بلال، لما كنت انت معرف على انسانه اسمها رئيفه. رئيفه بعد سنوات من الحب وقبل ما تخطبوا على خطوه رسميه اللي هي الزواج، نعم، تعترف لك بسر. صحيح. شو بتقول لك؟ بتقول لي انه انا ما بجيب اولاد، انه هي ما عندها رحم. تعترف لك بهيدا الشيء قبل الزواج، شو قصدها تقول لك؟ هي قصدها انه ابره مع غيري. رئيفه تفضلي. قديش عشتي صراع قبل ما تخبريه هيدا الشيء الاساسي والمحوري والجوهري؟ 5 سنين. انت كنت بتحبيه؟ اي، يعني هو ابن خالتي. قولي لي اكثر رئيفه، هيدا الصراع اللي عشتيه بين القلب وبين العقل. انه اكيد صراع كثير صعب، انه ما اسمح لنفسي اني اتعلق بحدا كرمال هيدا الموضوع. اعتذر منه اقول له انه انا ما بدي اياك، بس هو ما يقتنع. عرفت علي؟ فلما ما يقتنع اضطريت اني اقول له السبب. وانت برايك هيدا الورقه اللي بدك تقوليها رح تنهي كل شيء؟ اي طبعا. تتذكر النهار اللي خبرتيه فيها؟ اي طبعا. بتعرف نحن من عائله محافظه، صح، هو ابن خالتي، وبس انه كانوا اهلي يعرفوا انه هو بحبني وحريصين انه ما اشوفه ولا احكيه. ليش الاهل بيكون عندهم مصلحه الصبي غير مشاعر البنت؟ هيدا المجتمع الشرقي. ليه تنهدتي؟ لانه هاي الفتره كثير حساسه بحياتي. انه حتى الاهل بتوقفوا. هي هيدي البارتي من حياتي كثير بتزعجني، حتى لو وقتها بتذكرها كثير بتأثر. انه هي احلى مرحله بحياه البنت. انتبه، بين 18 و21. ايمتى عرفتي انه في عندك مشاكل بالخصوبه؟ 18. شو قالوا لك؟ دغري قال لي الدكتور بتتزوجي بس ما بيكون عندك اولاد. حسمها. قال لك انه فيك تتجوزي بس ما فيك تجيب اولاد. هاي مش وارده عنا. يعني بتحس ببيئتنا نحن انه اي انسان بيتزوج تيكون عنده عائله، بتلاقي اللي حواليك انه اللي ما عنده اولاد ايه اوكي يروح يتزوج. وانتو عم بتخبري الشخص اللي بتحبيه، انت عم بتقولي سلف انه اكيد هلا بيقتنع وبينسحب. تذكري لي هالنهار شو قلتي له؟ قلت له بدي خبرك شيء كثير مهم، انه بدي تكون مركز كثير بالموضوع وما بدي منك قرار هلا، معك 2 شهر تفكر. قلت له انه انت بعرف انه انت بتحبني وانك انت متعلق فيني، بس انت بتقبل يعني، بس انا ما حكيته انه عن حالي. قلت له انت بتقبل تاخذ وحده ما بتجيب اولاد؟ قال لي شو خص هيدا الموضوع بموضوع اللي بدك تحكيني فيه؟ قلت له هيدا هو الموضوع. قال كيف يعني؟ قلت له انه انا ما بجيب اولاد. عم بتظاهر بالقوة. انت من جوا عم بحترق. اكيد. بلال هي عم تحترق. بلحظتها شو قلت لها؟ قلت له انا بدي اياك، ما بدي اياك. دغري ما فكر ولا دقيقة. قلت له بعتبر ما سمعت جواب. قال لي جوابي هلا وبعد 2 شهر رح يكون زيته. قلت له اوكي بس قرارك لو حالك ما بيكفيني، انا بدي تقول لاهلك. ليه بدنا ندخل الاهل؟ لانه مجتمع شرقي، نرجع على المجتمع الشرقي. اي مستقبل صرنا ترسمه؟ صرنا نرسم انه ما حدا رح يتدخل بيناتنا. انه يقول لي مين ما سالك ليش ما حملتي؟ ليش ما بتروحي على حكيم؟ بتقولي لهم زوجي ما بيقبل. رجل شرقي هو؟ لا.
يربي. تحية لبلال. تحية، أنا مش بعرف شو بدي أقول، تحية لرجل شرقي عم بعيد يرسم كيف لازم يكون الرجل الشرقي. كيف بتكمل الحياة لما يكون ركيزتها فقط رجل وامرأة؟ لما بيكون ما في أولاد بتحس سواء الرجل بتعلق بمرته كتير والمرأة بتعلق بزوجها كتير أكتر من وقتها بيكون عندهم أولاد، يعني حياة كل واحد منهم كارثة للتاني. لما يكون الموضوع محسوم مسألة الأطفال بترجع بتطفو على سطح العلاقة أو خلص بيكون حط عن قناعة وصار موضوع ورانا؟ عنده هو إن حط عن قناعة وصار ورقة، بس عندي أنا لا، دايماً بيطفو، دايماً بدل عندي أمل إنه راح يصير عندي أولاد، بس هو بيرفض الفكرة. حتى يعني عرضت عليه الموضوع إنه يتزوج كذا مرة وحكيته بجدية، بس هو ما كان يقبل. ضميري عم بيعذبني، فإنه قلت إنه ما لازم أكون أنانية، اللي أنا انحرمت منه ما لازم أحرمه منه. بيحب يكون عنده ولد، بس انا بدي ولد منك انت، عامل لك قصرت وقايل لك اياها مليون مره، من غيرك وبصيروا مليون وواحد، رح يصيروا مليون واثنين. شو بدي اجيب؟ انا بحب هالمخلوق، هسا بيقولوا لي روح حب وحده، يحب ما بحب حدا، يجيب لي ملك الجميع ما بتعني لي شيء. بس هالمخلوقه بس، عشت خلقت لها انا وهي خلقت لها وانتهى الموضوع. بقلي انت بنت خلص، هيدي بنتي، امي، روحي، عيني، كل شيء. خلص لجوا العذاب كلياته. كيف بلال قدر يتعايش مع الواقع تبعه ويقتنع يوصل لهالقناعة اليوم؟ القناعة اللي وصلت فيها يعني ما لي قلب. اعتبرها معي أنا إنه أنا ما بجيبه لي. قال لي قلب مثلا تروح تتركني تتجوز علي؟ اللي عنده ثلاث أربع أولاد بيجيب واحد بيجيب مرة وتنتين وثلاثة وأربعة. هيدا هواية صورت عنده. وإحنا مرة عندنا مرة واحدة وما عم نعطيها كل حقوقي. مرة يا حبيب قدامي. نضحك على بعضنا يعني. لو هيدي الجملة اللي أنت عم بتقولها بيسمعها وبيقولها كل رجال غيرك يمكن تكون تعمل زلزال بالمجتمع الشرقي. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن أون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة. تابعوني على كل منصة.